من أطول المراحل يوم أمس إلى أقصرها اليوم 119 كيلومترا ما بين جامعة الملك سعود والبوجيري. المرحلة الثالثة تضم مطبات ومرتفعين اثنين، وأحدهما بوسعه وبسهولة تغيير كامل الترتيب العام. انطلاقة اليوم كانت سريعة وجنونية، ما كان يعني المزيد من الوقت قبل أن تتشكل البريك أوي أو المجموعة الفاصلة. نجح 5 دراجين في نهاية المطاف بالتقدم، من بينهم نيكودومس هولر الذي يعتبر أخصائي بريك أوي هنا في طواف السعودية. مجموعة بيلوتون أبقتهم متقاربين للغاية حتى أن الفارق لم يتجاوز حاجز الدقيقتين. في المرتفع الثاني قررت مجموعة من الفرق تغيير الاستراتيجية بعض الشيء. فريق أستانا كان من بين أولئك الذين شنوا الهجوم. ارتفاع السرعة المفاجئ كان أكبر من طاقة البعض، من بينهم مارك كافندش ونيكولو بونيفازيو الفائز بمرحلة الأمس. ومع انتهاء بريك أوي قرر روي كوستا متصدر السباق الضغط للتقدم أكثر، حيث أظهر البرتغالي سرعة مثيرة للإعجاب ليتقدم بفارق 30 ثانية، ونجح باقتناص 3 ثوان إضافية في قسم سبرينت الأوسط، لكنه سرعان ما قرر خفض وتيرته ليعود إلى مجموعة الملاحقة. حصلت عدة محاولات للهجوم لكن بيلوتون أحبطتها جميعها، ليعود الجميع ضمن مجموعة واحدة مع بقاء 30 كيلومترا على النهاية. لكن روي كوستا لم يستسلم، ومع الاقتراب من الكيلومترات 12 الأخيرة أظهر بطل العالم السابق وتيرة ممتازة أخرى. قدم الفائز بالمرحلة الأولى كل ما لديه، لكن لم يكن من السهل بناء فارق ملحوظ على الطرقات العريضة الملتوية المؤدية إلى البوجيري، ليعود مجددا إلى المجموعة قبل 5 كيلومترات على النهاية. فريق بحرين مكلارن كان في الصدارة خلال الكيلومتر الأخير، تكتيك ذكي من هذا الفريق حيث اقتنص في الباوهس الفوز، وهو الانتصار الثامن للألماني في مسيرته الاحترافية. باوهاوس goes. They're not going with Cavendish. Cavendish peels off. Bauhaus goes for it. Phil Bauhaus is going for this win for Bahrain McLaren. Can he do it? Phil Bauhaus of Bahrain McLaren going for the line. Bauhaus, they've outwitted them. They all went for Cavendish, but it was Bauhaus they were going to ride for. وقد أكمل رينارد يانسي، فان رانسنبرغ ويوسف ريجيجي المراكز الثلاثة الأولى، أما ناصر بوهاني فأنهى خامسا. في الحقيقة أردت مساعدة زميلي مارك اليوم، كان قريبا مني. انطلقت قبل 450 متر على النهاية. مارك أعطى الإشارة وترك فارقا. لم أختبر مثل هذا الذكاء في سبرينت من قبل. لقد كانت تلك حركة رائعة للغاية منه. باوهوس انتزع كذلك صدارة الترتيب العام من كوستا، وسيرتدي القميص الأخضر في المرحلة الرابعة. ولا يجب أن ننسى بأن ناصر بوهاني يحتل المركز الثالث.